السلام عليكم، معاكم الممرض عامر عياصر. اليوم راح نتحدث عن مرض مقلق وخطير اللي هو مرض جلطة الساق أو جلطة الأوردة العميقة، بإنجليزي ديب فين ثرومبوسيس، باختصروها دي في تي. طبعا مرض جلطة الساق عبارة عن خثرة أو جلطة تتشكل نتيجة لتحول الدم من حالة السيول لحالة شبه صلبة. طبعا هاي الخثرة بتلتصق بالأوردة، بجدران الأوردة العميقة بالرجل، بتعمل على إعاقة مرور الدم، وممكن تعمل على انسداد جزئي أو انسداد كلي بالأوردة العميقة بالرجل. طبعا الخطورة بهذا المرض انه هاي الخثرة او الجلطة ممكن تنفصل عن جدران الأوردة العميقة وتتحرك مع مجرى الدم باتجاه الرئة وتعمل انسداد بالشرايين الرئوية، تعمل جلطة رئوية وتشكل خطر على الحياة. فاحتمالية يعني حصول جلطة رئوية هو الاشي المقلق والخطير بهذا المرض اكثر من تأثير الخثرة او الجلطة على الرجل. طبعا المريض المصاب بجلطة الساق راح يعاني من عدة اعراض مكان حصول الجلطة، راح يصير في ألم واحمرار وتورم وسخونة مكان حصول الجلطة. برضو المريض راح يعاني بصعوبة في المشي، راح يصير في عنده صعوبة في المشي، راح تأثر على حركته في المشي. تقريبا يعني هاي أهم الأعراض اللي راح يحس فيها المريض، وهاي الأعراض عادة تحصل يعني مكان حصول الجلطة. طبعا إذا رجعت الطبيب يعني تشكو من الأعراض اللي ذكرناها، أول شيء الدكتور يعني راح يعمل فحص سريري للرجل، راح يلاحظ إنها في أحد الأرجل متورمة أكثر من الأخرى، وإذا كان يعني التورم بسيط الدكتور ممكن يأخذ قياس بالمتر، راح يلاحظ إنه في فرق بين الرجلين، أحد الأرجل بتكون يعني متورمة أكثر من الأخرى. أيضا الدكتور راح يعمل عدة فحوصات، منها فحص بالدم اسمه دي دايمر عن طريق سحب الدم، فحص دي دايمر. إذا كانت نتيجة هذا الفحص يعني مرتفعة بعطي دلالات إنه المريض مصاب بجلطة الساق. أيضا الدكتور راح يعمل للمريض فحوصات عن طريق الأشعة بالتصوير بالأمواج فوق الصوتية، فحص الدوبلر ألتراساوند. برضو الدكتور راح يعمل تصوير عن طريق استخدام صبغات ملونة. وإذا كانت يعني المنطقة المصابة يعني فوق الركبة، المنطقة يعني كانت فوق الركبة وقريبة من منطقة الحوض، ممكن الدكتور يستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي. تقريبا هاي هي الطرق المستخدمة لتشخيص مرض جلطة الساق. طبعا في عدة أسباب ممكن تؤدي لحصول جلطة الساق، أهمها اللي هو ركود الدم. يعني ركود الدم يعتبر من أشهر الأسباب ممكن تؤدي لجلطة الساق، والأشياء اللي ممكن تؤدي لركود الدم مثلا مشاكل بعضلة القلب، لأن القلب هو اللي بضخ الدم وبحرك الدم. إذا كان في مشاكل بعضلة القلب، برضو الجلوس لفترات طويلة يعتبر من أشهر الأسباب، خصوصا يعني بالسفر، السفر بالباص أو بالطائرة أو بالقطار، خصوصا يعني إذا كان المريض ظل جالس لمدة بتتعدى 4 ساعات وهو ثاني رجله، هذا الإشي راح يعيق حركة الدم، ممكن يؤدي لتشكيل جلطة. أيضا يعني الاسترقاء على السرير لفترات طويلة بعد العمليات الجراحية، خصوصا العمليات اللي بتتعلق بالأطراف بالأرجل مثل عمليات المفاصل والحوض وكسور الحوض أو كسور العظام، المريض يعني بيظل مسترقى على السرير لفترات طويلة، وهذا الشيء راح يؤدي لركود الدم وبطء حركة الدم وممكن يؤدي لتشكيل جلطات. أيضا وضع الجبائر والجبصين للمرضى المصابين بالكسور، الجبائر والجبصين راح يعمل ضغط على الأرجل وراح يعمل على إعاقة حركة مرور الدم، ممكن يؤدي لتشكل جلطات. أيضا يعني من الأشياء اللي ممكن تساهم بحدوث جلطة الساق اللي هو تلف بالجدار المبطن للأوردة. طبعا الجدار المبطن للأوردة فيه خصائص تمنع تجلط نتيجة لعدة أسباب مثل الحوادث والإصابات أو الرياضات العنيفة، ممكن تؤدي لتلف الجدار المبطن للأوردة. أيضا يعني في عوامل بتزيد من تجلط الدم على المستوى الطبيعي مثل عوامل وراثية، يعني في أشخاص طبيعة دمهم قابلة للتجلط أكثر من أشخاص آخرين. أيضا نتيجة للتلوث، نتيجة لبعض الأمراض زي السرطان، جميع هاي الأسباب كلها بتساهم حدوث جلطة الساق. ويعتبر يعني الأشخاص كبار السن من أكثر الأشخاص المعرضين لجلطة الساق. أيضا النساء أثناء فترة الحمل والولادة، برضو يعني النساء اللي بيستخدمون حبوب منع الحمل يعتبروا يعني من أكثر الأشخاص العرضة للإصابة بمرض جلطة الساق. طبعا هسه بننتقل لطرق الوقاية والعلاج من مرض جلطة الساق. ضروري على الأشخاص اللي بيسافروا لمسافات طويلة بالطائرة أو بالباص أو بالقطار يعمل على تحريك أرجلهم أثناء الجلوس، أو يلبسوا جربات طبية ضاغطة، برضو يعني يستخدموا أدوية زي الأسبرين تعمل على تميع الدم. وبالنسبة يعني للنساء ضروري يعني يقومن يعني بالمشي مباشرة بعد الولادة، يعني كثير يعني معرضات لجلطة الساق. طبعا بالنسبة لعلاج جلطة الساق، فيما لو رجعتوا المستشفى تشكو من الأعراض ذكرناها، أول شيء راح ينطلب من المريض الراحة وعدم الحركة، لأنه الحركة ممكن تساهم بانفصال الجلطة وتحركها باتجاه الرئة. أيضا راح ينطلب من المريض يرفع رجليه أعلى من مستوى الجسم، برضو راح يتم وضع كم مداد دافية بالمنطقة المصابة، وعادة يعني بيتم إدخال المريض لقسم الآي سي يو ويعطاه أدوية مميعة للدم، دواء الهيبارين، يتم إعطاه دواء الهيبارين من مدة 5 أيام لمدة أسبوع. بعدها يعني المريض بخرج من المستشفى وبنطلب منه يلبس جربات ضاغطة، جربات طبية ضاغطة، يظل لابسها تقريبا لمدة سنة، أقل شيء يعني لمدة سنة. وبرضه المريض راح ينعطى أدوية عن طريق الفم مثل دواء الورفرين، أدوية مميعة عن طريق الفم مثل دواء الورفرين.
دواء الوارفرين ممكن المريض ياخذه من مده 3 اشهر لمده 6 اشهر حسب شده الحاله. طبعا دواء الوارفرين النساء الحوامل ما بياخذن دواء الوارفرين، ممنوع يعني ياخذن دواء الوارفرين. في يعني بدائل، في ادويه كثير بتعمل على تميع الدم، برضه في ادويه بتنعطى حقن تحت الجلد منطقه البطن او منطقه الكتف تعمل على تميع الدم، ادويه مشتقه من الهيبارين. بالنسبه يعني للاشخاص اللي ما بيقدروا ياخذوا ادويه مميعه للدم مثل الاشخاص اللي عندهم نزيف دماغي مثلا، يتم وضع مصفاه بالوريد الجوف السفلي او فلتر لمنع تحرك الخثرات باتجاه الرئه. تقريبا يعني هاي اهم الاجراءات المتبعه بعلاج مرض جلطه الساق، وجميع يعني هاي الاجراءات بتركز على حمايه المريض من تحرك خثره او جلطه باتجاه الرئه، لانه يعني يعتبر هذا هو اخطر شيء بهذا المرض اللي هو تحرك خثره باتجاه الرئه ممكن تشكل خطوره على حياه المريض. تقريبا يعني هيك احنا تكلمنا عن معظم المعلومات المهمه عن مرض جلطه الساق او جلطه الاورده العميقه. إن شاء الله يعني تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. بالنهاية لا تنسوا تدعموا الفيديو بلايك وتشتركوا معنا بالقناة، ونتمنى لكم الصحة والسلامة ويعطيكم العافية.